فهو يقول بأن ابن تيمية يفضل يزيد ابن معاوية على الحسن والحسين. نعم، نعم. أرجو أن يأتينا بالدليل. نحن لن نتهمه الآن في هذه، نعم. لكن هو طولب من قبل بأن يأتي بالدليل، نعم. وما رأينا الدليل. نعم. لكن نتمنى إن كان يشاهد الحلقة إما أن يتصل أو يتعقب كلامنا في أطروحته، يتعقبنا ويقول نعم ابن تيمية قال في صفحة كذا كذا، وحينئذ نقول له صدقت مع اعتقادنا بأنه يكذب في أمور أخرى. نعم. طيب، زعم أن الكنجي قتله أهل السنة لأنه كان يحدث بفضائل أهل البيت. الكنجي رجل مترفض، رجل مترفض. وأعتقد بأننا أثبتناه بالأمس. نعم، أعتقد ذكرنا ذلك. نعم، ذكرنا نعم. الكنجي، نعم ذكرنا ذلك بالأمس، وأن ابن كثير رحمه الله قال بأنه، نعم صحيح، كان رجل مترفض وكان خائنا وكان يصانع التتار. نعم، نعم. فهذا رجل خائن وهو رافضي، وتكلم عنه كما وردتم الخميني. نعم، على أنه خدم الإسلام وقتل. لا، هذا اللي خدم الإسلام اللي هو نصير الدين الطوسي. نعم، نعم. لكن هذا الرجل حقيقة هو رجل رافضي، نعم، ليس بسني. طيب، زعم أن الألباني كان يحاول بكل ما استطاع توثيق إسماعيل ابن أبي أويس. والتوثيق عندي يعني أن يقال أنه ثقة وأن حديثه صحيح، يعني أنه استوفى شرط الصحة. طيب، نذكر لكم ما قاله عن الألباني عن إسماعيل بن أبي أويس. ذكر رواية ثم قال تفرد به إسماعيل. نعم. هو ينقل، عفوا، قول الطبراني، هذا قول الطبراني. ثم يقول الألباني قلت وهو من شيوخ الشيخين لكن في حفظه ضعف، ونحوه أبوه عبد الله ابن عبد الله ابن أويس، قاله في سلسلة الضعيفة المجلد السادس صفحة 444. وقال أيضا في نفس السلسلة في المجلد السادس صفحة 349 إسماعيل ابن أبي أويس فيه ضعف. ثم ذكر حديث الاختصاء، اختصاء عثمان، ليس ابن عفان، عثمان، نسيت اسمه. نعم. المهم أنه قال إسناده ضعيف وإسماعيل وعبد الملك ضعيفان. نعم. هو ضعيفهما. ثم قال نعم، هنا انتهى في سلسلة الحديث الضعيفة. والألباني لا يقبل ما تفرد به ابن أبي أويس، فإنه قال أن محمد بن نعيم هذا لم يروي عنه ثقة إلا إسماعيل بن أبي أويس، فهو مجهول. يعني بقي محمد بن نعيم على الجهالة. لماذا؟ لأنه تفرد بتوثيق إسماعيل بن أبي أويس. فكيف يكون الألباني يعني يحاول جهده في أن يوثق الرجل؟ لا، لست أدري.